The Passenger فيلم دراما وجريمة إنتاج 2023. مدة الفيلم ساعة و30 دقيقة، لا يصلح لمن أعمارهم أقل من 15 عاما، متوفر أونلاين للمشاهدة. قصة الفيلم: يصبح على رجل مواجهة مخاوفه وماضيه الصابر، بينما يصبح عليه النجاة عندما يدخل زميله بالعمل في سلسلة من الأعمال العنيفة. السيناريو والحوار: السيناريو دعوة إنك تعيش ساعات غريبة ومش مفهومة مع بطل الفيلم، وتتخيل لو مكانه هتعمل إيه، اللي هو أنت في شغل جديد ولا تعرف زملائك في العمل، وفجأة يحصل شيء غريب يحول يومك كله الأغرب يوم في حياتك، وبعد كده بتعيش اليوم مع مجرم. السيناريو تعمد بشكل كبير أن يكون سطحي في أحيانا كثيرة وبلا عمق، ولكن كان مطلوبا شيئا ما لتعيش الأجواء الغريبة اللي مش مفهومة، كل اللي مستنيه إيه اللي هيحصل في النهاية. الإخراج والتصوير والإضاءة: الإخراج بسيط جدا، الفيلم منتمي إلى فئة الأفلام المستقلة ذات الإمكانيات الإنتاجية القليلة، فلا تنتظر الكثير من الإخراج. التصوير جودة مقبولة بلا أي إبهار. الإضاءة مشهد واحد فقط اللي به إضاءة هتشدك، اللي هو مشهد النهاية. الممثلين: الفيلم بشكل كبير اعتمد على بطلين العمل وقاموا بأداء مقبول. الفيلم متوسط المستوى، لا تنتظر منه الكثير، منتمي إلى فئة الأفلام المستقلة، دعوة لكي تتخيل لو أنت في هذا الموقف إيه اللي هتعمله. تقييم للفيلم هو 5/10.